هسه نروح المعلومات منوعة مشاهدينا، منوعة. بس هالمرة المعلومات المنوعة هتقدم اياها سماح. وياي. احتفال المسلمون في معظم بلدان العالم بأول شهر رمضان، وتنوعت مظاهر الاحتفال بحلول شهر الكريم، بدءا من تزيين الشوارع مرورا بشراء المواد الغذائية وصولا إلى إقامة عشائر دينية وأبرزها صلاة التراويح. نتركهم مع هذه الصور. عندما يتعلق الأمر بالأكلات، كل شخص لديه أسلوب خاص، وكل بلد لديه عادات عن تناول الطعام. الصهيونيين واليابانيين مثلا يستخدمون أعواد الطعام، بينما تستخدم الثقافات الأخرى الشوكة والسكاكين. ولكن عندما يتعلق الأمر بالأتكيت، فإن ما يعد في بولندا نوعا من التهذيب قد يكون من محلومات الجيو ذلك، خصوصا لك بالموضوع ما قلناه التالي: عادات والتقاليد والشعوب في الأكل. الشوكة ليست أداة لتناول الطعام. في تايلاند من الصعب وضع الطعام في فمك باستخدام الشوكة، بدلا من ذلك يتم استخدام الشوكة لدفع الطعام إلى المعلقة ثم يتم وضعه في فمك. إصدار الصوت بالفم عندما تناول الشوربة أو الحساء أمر مقبولا في اليابان. أن تناول المعكرونة والشوربة بصوت عالي أمر مقبول في اليابان، حيث يعتقد أن الصوت أثناء الطعام يعمل على تحسين نهكة الطبق والاستمتاع بالأطعمة كثيرة. السخونة بشكل أسرع. الأكل باليد اليمنى في الهند والدول الشرق شرق الأوسط من محرومات تناول الطعام، باليد اليسرى في إجراء من الشرق الأوسط والهند بسبب تقسيم العمل بيد بين اليدين، فاليد اليمنى مخصصة لتناول الطعام، ويعتبر الوصول إلى طعام باليد اليسرى بمثابة إهانة المضيف الفرد. طبعا سمر، اكو هواي عادات وتقاليد عند كل مجتمعات الكرة الأرضية. أكيد. يعني كل دولة لها عادات وتقاليد حتى معينة. المحافظات. صحيح، كل دولة لها عادات وتقاليد معينة. تمام. تدرسين يعني تقدرين من هاي العادات من تقريها او تعرفيها وتطلعين عليها، تشوفين انه يعني شغلات متوارثيه، يعني مثلا طريقه الاكل، طريقه الصيام مالتهم، اوقات الصيام احتمال اكثر تختلف. من عندنا، هاي امور اكلات معينه تختلف عنا، هاي شغلات تخلينا على اطلاع، فشي كلش أكيد. حلو يعني أكيد. نطلع على هاي الامور.